الدكتور محمد مرسي لنضع أمام حضراتكم الصورتين، صورة الحملة كيف تدار هنا وكيف تدار هناك. أهلا بك أستاذ سمير معنا. أهلا بحضرتك. كيف تقومون بإدارة حملة الفريق أحمد شفيق تحديدا في يومي انتخابات الإعادة؟ احنا حضرتك عندنا المقر المركزي لإدارة الحملة هنا، وعندنا منسقين في ال 17 دائرة قسم الموجودين في اسكندرية، وكل دائرة قسم بتتولى الإشراف على مجموعة المقار الانتخابية اللي موجودة فيها. فإحنا الحمد لله الفترة اللي فاتت قررنا نجمع لينا في كل صندوق مندوب أساسي ومندوب احتياطي بيبقوا موجودين داخل مقر اللجنة مع سيادة المستشار مع مندوب الدكتور محمد مرسي. والحمد لله يعني إحنا موفرين لكل صندوق مندوب أساسي ومندوب احتياطي ومشرف عام على اللجنة من بره. بيمر على اللجان؟ لا، ده المشرف العام بيمر اللي هو مراقب للمدرسة بالكامل، لأن حضرتك عارف المدرسة فيها أكتر من لجنة، وعندنا محامي لكل مقر انتخابي اللي هو اللي بيقال عليها مدرسة يعني. كيف صارت الساعات الماضية من عمر اليوم الأول من جولة الإعادة؟ الحمد لله احنا يعني عندنا ملاحظات بسيطة جدا، لكن الحمد لله الأمور ماشية كويس الحمد لله. في ناس بتقول ان انتوا بتطلعوا اموال بقى ومال سياسي وبتشتروا اصوات حمله الفريق احمد شفيق، عايزين نعرف الحقيقه بصراحه، ده حقيقي ده فعلا بتصرفوا فلوس؟ والصوت وصل لغايه كام دلوقتي؟ احنا عندنا الصوت بيجي للفريق شفيق اقتناعا، لكن احنا الحمد لله ما طلعناش ولا مليم لصوت للفريق شفيق، كلها اصوات مقتنعه بسياده الفريق. موضوع الاقلام اللي هي بتمسح بعد الكتابه ولا عليها صور الفريق احمد شفيق وكده، ردك على الكلام اللي بيشاع حتى في بعض وسائل الاعلام اشيع بالفعل مثل هذا الكلام، وفي اربعه تم القبض عليهم في دائره قسم سيدي جابر؟ احنا فعلا سمعنا هذا الموضوع، وطبعا هو قيد التحقيق فما نقدرش ان نعلق عليه يعني، فيعني ان شاء الله هننتظر نتيجه التحقيق. على الجانب الاخر، هل استشعرتم اي امور شابت العمليه الانتخابيه من قبل من يقومون بالدعايه او حمله الفريق محمد مرسي؟ والله الدكتور محمد مرسي، المشكله اللي احنا واجهناها فعلا الفتره اللي فاتت والنهارده، انا جالي اخبار ان في بعض المساجد بتدعو للدكتور محمد مرسي، على الرغم من ان وزاره الاوقاف منبهه ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد، لكن يعني التجاوزات دي احنا برضو بنتغاضى عنها وبنلتفت لشغلنا. الحقيقه انا مريت على اكثر من مدرسه، فيما يخص الدعايه حول اللجان الانتخابيه لم نرى يعني اي استثناءات حصلت او امور يعني ضد القانون الذي يمنع مثل هذه الامور، انتم ملتزمين بدور؟ احنا حضرتك ملتزمين بان في محيط المدرسه او المقر الانتخابي في مسافه نص كيلو مفيش اي مظاهر دعايه. ممكن بقى تقول لي المكان هنا عباره عن ايه؟ انتوا بتعملوا هنا ايه بالظبط؟ اخواننا الزملاء اللي موجودين، انا عايز اوضح نقطه مهمه جدا، ان كل المجموعه اللي موجوده هنا هي مجموعه متطوعه محبه للفريق شفيق وعملها بدون اي مقابل وبتعمل لمصر وحبا في الفريق شفيق. عندنا طبعا هنا غرفة الاعلامات المركزية بنتلقى كل المعلومات وكل البيانات اللي موجودة في اسكندرية، بتجينا اول باول من اول قسم المنتزه وحتى قسم برج العرب. مش ضامنين اسكندرية، بيقولوا ان اسكندرية ثورية بعض الشيء، فيعني ان تذهب الاصوات للفريق احمد شفيق البعض بيقول ده مستبعد بعض الشيء يعني. هو حضرتك احنا الحملة هنا تسلمت ادارة الحملة قبل الانتخابات الجولة الاولى بعشر ايام، فكانت العملية صعبة ان احنا نقدر ننظم الامور، لكن الفترة اللي فاتت دي كانت فترة يعني كافية ان احنا قدرنا ان احنا الحمد لله ننظم امورنا ويبقى عندنا مندوبين في كل المقار. فانا متوقع ان شاء الله ان النتيجة ما بيننا وبين الدكتور محمد مرسي هتكون نتيجة مرضية لينا ان شاء الله. سترتفع اصوات الفريق عن الدكتور في الاسكندريه، تتوقع ذلك؟ انا يعني استطيع اؤكد ان احنا عندنا يعني مقار دوائر، احنا فعلا هنبقى اكتر من ايه حكايه ان الحزب الوطني واعضاء الحزب الوطني القدامى هم من يعملوا الان لصالح الفريق احمد شفيق؟ زي ما الكلام اللي اتقال، الحزب الوطني كان فيه الكويس وكان فيه الوحش، والحزب الوطني هو المواطن اللي في الحزب الوطني هو مواطن مصري، فمن حقه ان هو يعمل لما يراه هو لمصلحه يعني البلد. انت لا تنفي ذلك؟ لا لا لا، انفي طبعا. ايه المشكله؟ ايه المشكله ان انا يبقى عندي عناصر كويسه من الحزب الوطني بتساعد معايا؟ ايه المشكله؟ حقيقه ان مندوبي السيد عمرو موسى في الجوله الاولى اصبحوا مندوبي ايضا مندوبين للفريق احمد شفيق في الاسكندريه في جوله الاعاده، حقيقه هذا الامر يعني. لا، هو ممكن يكون اللي كان بيأيد عمرو موسى بيأيد الفريق شفيق، لكن المندوبين احنا عندنا مندوبين بتوعنا موجودين معنا من اول جوله يعني. مش خايفين اللي يبقى معاكم
جزء من كان يعمل ضمن الحزب الوطني سابقا، ألا يؤثر ذلك على صورة الفريق أحمد شفيق ويؤكد مسألة أنه هو يعني سيأتي بالنظام القديم أو جزء من النظام القديم؟ ده مش مسبب لكم مشكلة؟ دائما أنا بقول لحضرتك الحزب الوطني على مدار الفترة اللي فاتت في سلبيات وفي إيجابيات، ناخد الناس اللي عملت الإيجابيات ونضمها والناس اللي عملت السلبيات نستبعدها، لكن هو في الآخر مواطن مصري من حقه أنه يشارك. بيقولوا أن اللي بيصرف على حملاتكم وعلى حملتكم هم رجالة الحزب الوطني ورجال أعمال الحزب الوطني القدامى واللي بيدوكم الفلوس والمقرات اللي الشيك دي. هي حملة سيادة الفريق بيتصرف عليها من مدخرات الفريق أحمد شفيق، وأقل حملة في كل الحملات اللي حضرتك شفتها، ويشهد على ذلك كم الشكاوي اللي بيجينا من محبين الفريق شفيق بنقص الدعاية اللي موجودة في اسكندرية. احنا فعلا بنتعامل في أقل الحدود. تتواصلوا مع الفريق بشكل مباشر؟ ممكن يعني تنقلوا احتياجاتكم لشكواكم من اي امور ما؟ احنا مش عايزين نحمل سيادة الفريق فوق طاقته، لكن هو بيتصل بينا بشكل دوري وبيطمن علينا وبيحفزنا، ودايما يعني في الحقيقة بيشكرنا لموقفنا معاه. يعني حكاية ان الشرطة بتساعدكم وتساعد الفريق احمد شفيق يعني وبتقوم بالواجب كما يقال يعني مع حملتكم، عايز يعني ردك على مثل هذه الاتهامات. والله احنا من اول يوم واحنا بنتعرض التهمات الشرطة موجودة في الشارع بحيادية كاملة، وحضرتك يعني لو جيت لقيت أي مظاهر لوجود أمن مثلا حتى على المقر ما حصلش. احنا في أصعب الأوقات اللي سيادة المقر بتاع سيادة الفريق تعرض لاعتداء وكان اسكندرية معرضة لاعتداء، ما كانش في فرد حتى من الأمن واحد. اسمح لي عشان حتى تكون الصورة أكثر توازنا وموضوعية، سنذهب بعد هذا اللقاء إلى مقر حملة الدكتور مرسي، المقر الرئيسي في الإسكندرية. إذا يعني هل تحب أن توصل لهم رسالة ما، عتاب ما، يعني تجاوزات ما حتى نواجههم بها؟ ابدا ما فيش عتاب، احنا كلنا مصريين وان شاء الله الصندوق هيجيبه ونرحب بيه رئيس للجمهوريه ونقف كلنا وراه ونساعده عشان مصر تبقى افضل. شكرا جزيلا للاستاذ سمير البطيخي على مدير حمله الفريق احمد شفيق بالاسكندريه. اذكركم انا هنا داخل المقر الرئيسي لاداره حمله الفريق احمد شفيق بالاسكندريه. اشكرك شكرا جزيلا استاذ سمير. شكرا جزيلا. مشاهدينا الان سننتقل وسنكون معكم في الرساله القادمه، لكن من داخل مقر الحمله الخاصه بالدكتور محمد مرسي، مرشح الاعاده في جوله الاعاده للانتخابات الرئاسيه ومرشح حزب الحرية والعدالة، ما ترونه أمام بعض الموظفين الذين يعملون. لو تحب أن أنت حضرتك نتحدث معك، هو أيضا أحد الذين يعملون لصالح الفريق أحمد شفيق. أتعرف بحضرتك فندم. هشام جبريل، منسق الحملة على منطقة محرم بيه غربال إن شاء الله. أستاذ هشام، اشتراكك في الحملة هو تطوع، عمل تطوعي، ولا أنت موظف ضمن يعني موظفي الحملة تتقاضى عن ذلك أجل؟ لا طبعا هو عمل تطوعي، لأن النهاردة احنا يهمنا مصلحة البلد، واحنا شايفين لكل انسان رؤية، وهذه رؤية من داخل الرؤى، يعني ان احنا مقتنعين بهذا الرجل على قناعة تامة انه انسان محترم وضع في موضع ليس له ذنب فيه، ولكن طبعا هي ظروف البلد، يعني احنا كلنا لابد ان نحتاط وجاءت الفرصه. كنت بتكلم مع الاستاذ سمير مدير الحمله دلوقتي، وقال لي ان فعلا في يعني بعضكم كانوا موجودين في الحزب الوطني سابقا، وهو شايف ان ده ما فيش. مش حضرتك هل كنت يعني منتمي للحزب الوطني قبل ذلك؟ انا كنت قياده من قيادات الحزب، عضو امانه عامه للحزب الوطني، وكنت عضو مجلس محلي، ويشهد الله اننا كنا نعمل من اجل البلد، ولكن طبعا اللي حصل كان كارثه بالنسبه لنا، لان الحزب الوطني كانت هناك شعارات وكانت هناك مبادئ معينة. عندما تقرأ برنامج الحزب هو برنامج يعني يقتنع به كل إنسان، ولكن على أرض الواقع فوجئنا بعكس ذلك من هذه القيادات، فكان هذا بالنسبة لنا سهما قاتلا، فلم نخرج وراءهم ولم ندافع عنهم 3.5 مليون أعضاء حزب وطني في هذه الثورة. كان يمكن أن يكون هناك مليونات من الحزب الوطني، ولكن لم نخرج لهذا، لأننا كنا على قناعة بأن هذه الثورة كانت مباركة لأنها قضت على هذا الفساد الذي كان يوجد في المجتمع. كانت هناك أشياء نراها، ولكن ليس بهذا السوء الذي ظهر عقب الثورة، ونحمد الله أن هؤلاء الشباب الذين خرجوا بدون تنظيم وبدون رأس لهم حتى لا يقول أحد أنه كان له دور ويركب على الثورة مثلما خطفها الآخرون. ده لا يؤثر على صورة الفريق شفيق وحملته أن يكون بعض رجال الحزب الوطني، وطبعا يعني مش كلهم لازم يكون عليهم علامات استفهام للحقيقة، يعني جزء من المصريين، أن يكونوا ضمن الحملة، ده ما يؤثرش عليه؟
نحن يعني انت بتعمل في الشارع وانت كنت قيادي في الحزب الوطني في الاسكندريه، ده لا يؤثر على صوره الفريق شفيق؟ حضرتك اولا مدح نفسه كذاب، ولكن عندما تسال اسال الاخرين. لنا كان لنا دور، كان لنا دور هام في المجتمع السكندري. كنت عضو مجلس محلي عن منطقة كبيرة اللي هي منطقة محرم بيه، وكان طبعا لنا دور بارز في هذا الأمر، وعارفين إيه اللي احنا عملناه لهذه المنطقة. فكل إنسان يشهد أن هذا الشخص إنه إنسان محترم يده طاهرة، ولكن في هذه الأيام اختلفت المعايير واختلفت الرؤى ولكل الرأي. سريعاً عايز أتعرف على دورك في داخل الحملة إيه؟ طبعاً إحنا أنا راجل تنظيمي أساساً، يعني محيط علماً بجميع جوانب محرم بيه وغربال مناطق كلها. بندير هذه العملية وعارفين الكوادر اللي ممكن نعتمد عليها في هذه العملية. عندنا قيادات طبيعية، عندنا كل حاجة، وهي على قناعة بينا ونحن على قناعة بها. ومن هنا كان هذا لكن الإنسان عندما يثق في إنسان يمشي معه في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا، أشكرك. شكرا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. مشاهدينا كما ذكرت لحضرتكم الرسالة القادمة ستكون من مقر الحملة المركزية بالإسكندرية للدكتور محمد مرسي، حتى ننقل منها صورة كما نقلنا لكم صورة ورسالة من داخل مقر الحملة المركزية للفريق أحمد شفيق في الإسكندرية. وما زالت المتابعة مستمرة لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، ابقوا معنا.